مرحبا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال ومشاهدي بيروت سيتي عبر صفحات فيسبوك. أنا معكم حسين خريس ورواد جرمانوس من بلدية بيروت في لقاء مع المحافظ القاضي مروان عبود يلي أصدر بلاغ بأنه يجب على كل أصحاب المولدات الكهربائية بأنه يركبوا عدادات ببيروت. هذا الأمر كان مش موجود في بيروت، وكانت بلدية بيروت كانت قد أصدرت تعميم أنه يلي بده من المشتركين بيطلب عداد من بلدية بيروت بتجي فبيجبر صاحب المولد بأنه يركب له عداد بالمنطقة اللي هو فيها، وممنوع صاحب المولد ما يستجيب لهيدا الموضوع. قاموا صاروا أصحاب المولدات يعطوا هيدا الإنسان اللي بيطلب عداد يعطوه كهرباء كتير قليلة تقريبا 5 أو 6 ساعات، فبيضطر هون المشترك إنه ما يطلب عداد حتى ما يخسر الاشتراك وحتى ما يخسر الكهرباء بظل وجود كهرباء كتير قليلة باليوم نحو 4 ساعات في بيروت. شو اللي تغير اليوم سعادة المحافظ ويعني عملتوا هذا القرار بجرأة، جبرتوا كل أصحاب المولدات أنهم يركبوا العدادات؟ نحن كنا عملنا مقابلات مع أصحاب المولدات وقالوا لنا أنه هذا الأمر مستحيل لأنه أعداد المشتركين ليل ولأنه جغرافية بيروت مختلفة عن جغرافية الضاحية الجنوبية وغير مناطق. شو يلي تغير حتى جبروا اليوم أصحاب المولدات وأعطيوا مهلة لآخر هذا الشهر بأنهم يركبوا العدادات؟ تفضل. يعطيك العافية. شو اللي تغير؟ نحن كنا سبق وعملنا كذا بلاغ لإلهم لإلزامهم بتركيب العدادات للمواطنين، وهن قالوا أنه كل مواطن بيطالب بعداد هن مستعدين يركبوا له. نحن عملنا رقم ساخن وكل المواطن كان عم بيتصل فينا، كنا عم نحكي مع صاحب المولد ونجبره يركب عداد، ولكن أصحاب المولدات كانوا سرعان ما يرتدوا على المواطن اللي بيطالب بعداد وينتقموا منه من تحت الطاولة. أمام هذا الظلم وأمام هذا الواقع وأمام استفحال الأوضاع الاقتصادية والمصاعب اللي عم بعيشها المواطنين في بيروت، نحن ما فينا نكون إلا حد الناس وإلى جانب الناس. أبى من أبى واللي بده يزعل يزعل. نحن بين أصحاب المولدات وبين الناس بنختار الناس. هلأ قررنا نرجع نعمل جولة جديدة ونرجع نجبر أصحاب المولدات على تركيب العدادات إنصافا للمواطنين، لأنه قد ما بيستهلك بيدفع. المواطنين أصبح وضعهم فقير، وضعهم تعبان، ما فينا نتركهم فريسة لطمع أصحاب المولدات، خصوصي أنه الفترة السابقة اللي كان عم بيشهد فيها الدولار تلاعب كبير كتير، وكان عم بيتزرعوا أصحاب العدادات أنه هذا عم بيشكل ضغط عليهم. الدولار نوعا ما استقر، في استقرار بسعر الصرف ولو محدود، وبالتالي وضع الناس صار أكثر فقرا. هذا أدى أنه ناخذ القرار، وهيدي إن شاء الله بتكون المرة الأخيرة اللي بعد بيصدر فيها بلاغ، لأنه هاي المرة عنا الوسائل القانونية الكافية أنه نلزمهم بالانصياع في حال ما بدهم يتأيدوا بهالمذكرات. حندعي عليهم جزائيا أمام النيابة العامة، والنيابة العامة مستعدة أنها تقوم بواجبها وأنها توصل معهم للاعتقال، يعني في حبوسات هالمرة. كانوا قبل كل ما نضغط عليهم يروحوا ياخدوا الحي رهينة ويقطعوا الكهرباء عن الحي، بالتالي يصيروا الناس يضغطوا علينا تا ما نعود نحن نقدر نجبرهم. اليوم في وسيلة جديدة هي السجن. كل صاحب مولد مش لح يمشي صح حندعي عليه، وفي اعتقال يعني ممكن يوصل معنا انه يعتقل، وإذا قرر أنه يطفي المولد إنكاية كمان في عقوبات جزائية حتكون بحقه، حتصدر بحقه.
طب اليوم في أصحاب مولدات هن مدعومين من بعض الضباط المحليين بالمناطق اللي بيكون أمر فصيلة كذا وأمر فصيلة كذا، أنا عم كون ملف عن هيدا الموضوع، وبيكونوا أيضا مدعومين من الأحزاب الموجودة على الأرض، يعني من تيار المستقبل، حركة أمل، حزب الله، القوات اللبنانية، ما بعرف إذا بعد في أحزاب كمان ببيروت. هيدول العالم هل فعلا أزيل الغطاء الحزبي عنهم لأنه علنا هن مدعومين من أحزاب؟ يعني أكيد لو ما عندهم دعم منهم مستمرين، وهن كتير قوية ماليا وبعلاقاتهم، بس ولكن وصل الشعب لمحل ما قادرين أن نسكت عن هذا الموضوع، حتى الجهات اللي كانت بتدعمهم بتصور ما بقى فيها تدعمهم. أنا حكيت مع كل الناس وأبلغتهم نيتي بالإقدام على هذه الخطوة، وبتصور الكل قالوا لي يعطيك العافية، بس التطبيق بيكشف، البحر بيكذب الغطاس. يعني هلأ نحن إذا بدينا بالتنفيذ بيبين مين اللي بيدعم بالحكي ومين اللي بيدعم فعليا. وبقول لهم شغلي انه هاي المعركة لازم نعملها ولو بقينا فيها وحدنا. الواحد بالاخر بيعمل واجباته تجاه ربه، تجاه شعبه، تجاه التاريخ. اليوم نحن من سيؤازر بلدية بيروت في موضوع تركيب العدادات؟ وفي كتير مناطق الى الان لم تركب العدادات. سوف أكلف الأجهزة الأمنية وسوف أستعين بالأجهزة الأمنية. هن رح يراقبوا هذا المكان، كل الأجهزة الأمنية؟ كل الأجهزة الأمنية وعدوني أنه يكونوا حد بهذه الخطوة. يعني حتى ممكن أوقات بيكون مثلا عم قلك فصيلة أو مخفر أخذ كهربا ببلاش، ممكن أنه تأذرك من صاحب مطر مثلا، أو مثلا مسؤول حزبي معين أو تنظيمي معين بيكون أخذ كهرباء وعنده سلطة بهيدا الحي، شو رح تعملوا مع حسبتوا حساب لهيدي العراقيل التي قد تجدونها في طريقكم؟ أنا عارف أنه حأصطدم بعراقيل كتير قوية، بس بدنا نتكل على الله ونمشي، ما بقى فينا نضل خيفانين، بدنا نشد همتنا لأن يعني وضع الناس لم يعد يحتمل. طب شو بتقول للمواطنين اللي هني أحيانا بعض المواطنين بيكون خانع وخاضع لصاحب المطار، بيقول لك دخيلك ما بدي أخسر وكذا، شو بتقله؟ أنا هيدا المشكلة اللي كنت عم بعاني فيها للحقيقة، أنه الضحية كانت تحب الجلاد، وكنا نقلها للضحية نحن حدك، تقلي لا أنا بحب الجلاد. بقى بقلهم للناس أنه أنا بالآخر عم بحصلهم حقوقهم وعم ساعدهم وعم بوقف حدهم، بدي هني يوقفوا مع حالهم. شكرا لك سعادة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، طبعا يلي كان قد أثار هيدي المسألة سابقا وقال أنه أي حدا من المواطنين اللبنانيين بيجي إلى محافظة بيروت إلى البلدية ويطلب هذا الطلب ستكون البلدية سندا له، ولكن مش عدد كبير يلي إجا من المواطنين لحتى يركبوا أو يطالبوا بتركيب العدادات خوفا من ابتزاز أصحاب المولدات لهم. اليوم الواقع مختلف، اليوم هناك إما العدادات وإما العقوبات لأصحاب المولدات، ونحن تقريبا عنا 20 يوم لحتى نشوف هيدا الشيء على الأرض بإذن الله تعالى. شكرا لكم ولمتابعتكم.